راح نتعلم بهذا الفيديو كيف نعمل عملية ديجيتايزنج من صورة راستر نزلناها من جوجل ايرث، او عملية ديجيتايزنج من اي صورة خريطة مسحوبة على سكانر. بداية راح نيجي على الفولدر اللي اشتغلنا عليه قبل شوي بفيديو بتاع جوجل ايرث، ولاحظوا ان نزلنا الصورة رقم 1 سميناها صورة لدوار المدينة فيها 4 جي سي بي اللي هم النقاط تاع الضبط الاحداثيات اي وبي وسي ودي، بالاضافة الى ملف اكسل بيحتوي على احداثيات كل النقاط هاي الاي وبي وسي ودي بوحدة المتر وبنظام اليو تي ام زون 36. الان هاي ملف الاكسل موجود عندي هون، وهاي الصورة موجودة عندي هون. بدي نبلش الان فيها ديجيتايزنج، او نبلش نجهزها لعملية ديجيتايزنج عن طريق برنامج الارك ماب. فبالبداية راح اضيف الصورة على الارك ماب واعملها اد داتا. هاي الاكسل فتح معي الملف، خليها تحت. الان بدي اعمل كونكت تو فولدر وافتح الملف الموجود عندي على الديسكتوب اللي سميته دوار المدينة مثلا بالعربي. هاي اوكي، عملت عليه كونكت. لاحظوا هاي الصورة الجي سي بي موجودة عندي الاكسل، والصورة بعمل عليها كبسة واحدة. بعمل طبعا لو عملت دبل كليك على الصورة بطلع لي الباندات الثلاث، فهون بصير عندي شوية اغلاط، عشان هيك برجع اب زي هيك وبكبس كبسة واحدة على الصورة. بعمل اد وبستنى شوي على ما تضيف لي اياها على برنامج الارك ماب. ولاحظوا طلع لي هاي رسالة unknown spatial reference، انه هاي الصورة غير معرفة احداثياتها او غير موجودة، واكيد لانها منزلة من جوجل ايرث وبنظام جي بي جي، فاحنا هسه نعرف احداثياتها ونسيفها بنظام تي اي اف اف. لان هاي الصورة موجودة عندي على برنامج جوجل ايرث، عشان ابلش عملية تعريف الاحداثيات بدي افعل نظام جيو ريفرنسنج بالبرنامج، واعمل هون كليك يمين على اي مكان فاضي واختار من عندي هون اللي هو جيو ريفرنسنج. بطلع لي شريط ادوات اسمه جيو ريفرنسنج، بقدر اعمل منه عملية تعريف نظام الاحداثيات. الان بعمل زوم عند اول نقطة الاي، بعمل عليها زوم كثير بحيث انها تبين بشكل كثير واضح عندي. بكبس على هاي الاداة اللي اسمها اد كنترول بوينت، بكبس عليها بلاحظ انه الماوس تغير شكله لشكل زائد. بروح على منتصف النقطة بكبس كبسة واحدة وبسحب بالماوس، بلاحظ انه الماوس بيتحرك زي هيك معاي. بعمل كليك يمين وبعمل انبوت اكس اند واي. لاحظوا هون بيطلب مني ادخال قيمة اكس واي للنقطة اي. بروح على ملف الاكسل الموجود عندي، بنسخ الاكس والواي على الارك ماب بكل سهولة، او بكون كاتبهم على ورقة وبدخلهم انا بايدي بالكيبورد. بس الاكسل بريحني وبيختصر علي عملية الاخطاء اللي ممكن تصير خلال نقل الارقام. طبعا اذا في هون سالب بشيلها لان القيمة عندي كلها بالموجب. نعمل اوكي. لاحظوا الان الخريطة اختفت، لكن هي موجودة بس بزوم اخر. بعمل من هون كليك يمين على الصورة وبختار زوم تو لاير عشان ترجع للزوم الطبيعي. الان ايه جهزتها ودخلت احداثياتها. نفس الطريقة بروح على بي، بعمل زوم زي هيك. لاحظ شوي بطيء البرنامج لانه الصورة حجمها كثير كبير بالنسبة للخرائط الموجودة على الجي اس. بروح بعمل اد كنترول بوينت على نص النقطة تاعت البي، كبسة واحدة. بروح على اليمين انبوت اكس اند واي، وبروح اجيب احداثياتها من الاكسل كاكس وواي موجودات عندي. هاي بيست للاكس وهاي الواي، نعملها كمان مرة بيست بيست. هاي اوكي. لان عبال نقطة بي برجع برضو كليك يمين زوم تو لاير. لاحظوا الخريطة بلشت تميل معاي، وهذا دليل على انه انا بالاحداثيات بلشت يصير عليها عملية ضبط. لان بكمل عند النقطة سي، هاي بعملها كمان مرة زوم. وصلت عند اخر اشي هون بنقطة السي، بعمل اد كنترول بوينت كبسة واحدة، بحرك بالماوس انبوت اكس اند واي، وبرجع بجيب الاحداثيات من الاكسل كوبي بيست، وبرجع على الاكسل مرة ثانية كوبي بيست. اوكي، الان الصورة مالت كمان مرة. بعمل زوم تو لاير، ولاحظ الميلان نوعا ما شوي خف. برجع عند النقطة دي، هاي زوم على الدي اكثر اشي، وبكبس على اد كنترول بوينت لاخر نقطة كبسة واحدة، بعدين كليك يمين انبوت اكس اند واي. لاحظوا هون بلش يعرف الاحداثيات لحاله، لكن الرقم مش كثير دقيق زي ما احنا كاتبينه عنا. فهون دليل انه الاكسل او سوري الارك ماب قاعد بيعمل انتربوليشن وبيعرف احداثيات النقاط من تلقاء نفسه بناء على النقاط اللي انا دخلت فيها بالبداية. هاي كوبي، هاي اخر نقطة عملنا لها الواي بيست. هاي اوكي، برجع بعمل كليك يمين زوم تو لاير. هاي الشكل النهائي للصورة المصححة ومعمولة عملية جي ريفرنسنج. لاحظوا فيها شوية ميلان، لأن لو أكبس هون على اللينك تيبل الموجود عندي هون، بلاحظ إنه عندي 4 نقاط موجودين هون. إذا بدي أعدل أحد القراءات من ناحية إكس واي ماب هذول بعدلهم،
بكب دبل كليك عليها، بسمح لي اعدل على الارقام الموجوده. اذا بدي احذف احد النقاط باشر عليها زي هيك، بعمل لها ديليت على هاي الكبسه، ديليت لينك. في حال دخلت نقطه بالغلط او كبست عليها بالغلط، اعمل دبل كليك بتلاقيها نزلت على اللينك تيبل هون، واعمل ديليت لينك. لاحظوا هون الايرور قديش عندي، الايرور عندي 14.6%، وهون بسبب انه ممكن الاحداثيات تكون فيها خطأ بقراءة الاحداثيات، او ممكن مواقع النقاط مش متوازية تماما، او ممكن الزوم انا عامله مش كافي. لكن احنا بما اننا قاعدين نتدرب ممتاز بالنسبة لهاي الايرور 14، ما في اي مشكلة. ما انه الصورة طاجت، انا بهمني الديتيلز اللي بالنص اللي على الزوايا، اكيد طلعوا فيها صار عملية تشويه على الزوايا، لكن مش مهم. المهم المنطقة اللي بالسنتر اللي منطقة الدراسة تبعتي. بعد ما اضيف الاربع نقاط، اتاكد من الارقام واتاكد من الامور تمام 100%، هيك بكون خزنت انا كل النقاط. عشان اسيف وانتقل للخطوة الثانية، بعمل جي ريفرنسينج وبعمل ريكتيفاي. الان هنا بدي اختار الاوتبوت لوكيشن او وين يخزن لي الصورة. بدي اعمل هيك كليك اوبن، واعمل من هنا اب زي هيك كاميرا، او اختار من هون فولدر كونكشن، واكبس على دوار المدينة اللي هو الفولدر اللي انا شغال عليه، واعمل له اد. الان اسم الصورة شو راح اسميه؟ راح نعمل هون ديليت ونسميها ريكتيفايد، ريكتيفايد عشان نميز عن الصورة الأصلية. بس أخلص أتأكد إنها فورمات تي أي إف إف، عشان حكي الامتداد هذا بيفرق عن الجي بي جي، إنه بيفيدنا بحفظ الإحداثيات الكوردينيتس تاعت الصورة، ويخزنها بشكل أفضل عشان نعملها عملية ديجيتايزنج. بعمل سيف، بستنى هون عم بعبي العداد لحد ما يسيف للصورة، وهيك بكون خلصت عملية جيو ريفرنسينج بإضافة الأربع نقاط وتعريف إحداثياتها حسب ما أخذتهم أنا من جوجل إيرث. طبعا مثل ما حكينا بإنه ممكن نقدر ناخذ الإحداثيات من جهاز جي بي إس، أنزل على الميدان أو أروح على هاي المناطق الـ A والـ B والـ C والـ D فعليا من وين هي موجودة بعمان، وأخذ لها جي بي إس، بطلع يمكن عندي قراءة أدق، وممكن يقلل الإيرور طلع معي قبل شوي اللي هو 14%. لهيك خلصت أنا عملية الجيو ريفرنسينج. الآن الصورة جي بي جي الأصلية صار ملهاش داعي، فبدي أعملها ريموف، وبدي افتح الار كتالوج من هون، وابلش اروح عند دوار المدينه من عند الفولدر كونكشنز. هاي دوار المدينه وهاي الريكتيفايد، بدي اعمل عليها كليك يمين بروبرتيز عشان اشوف شو نظام الاحداثيات اللي عليها. طبعا على الاكيد لانه احنا ما حاطين نظام احداثيات، راح تلاقي هون سبيشال ريفرنس حاط لك عندها انديفايند. طبعا احنا بنعرف من جوجل ايرث او من نظام الاحداثيات اللي اخذناه والارقام اللي اخذناها كان باليو تي ام زون 36 نورث، على اساس هيك راح احدد هون انه نظام الاحداثيات لهي الصوره هو زون 36 نورث يو تي ام. نعمل ايديت من هون. الان لاحظوا هون تقدر تكتب سيرش هون او بتقدر تختار، وخلينا نتعلم كيف نختار. بنروح على البروجكتد، بعدين بنروح على اليو تي ام، ننزل اخر اشي على WGS 1984، بنروح على Northern Hemisphere، وبننزل لعند وين زون 36 نورث، 36 نورث. بعمل عليها Add to Favorite حيث انه يخزن لي اياها مع الفيفوريتس الموجودات هون، وبعمل اوكي انه يختار لي زون 36 نورث. لاحظوا انا اختار لي اياها وصارت الخريطة معرفة. لان اوكي هيك الان عرف نظام الاحداثيات، وهي الخطوه الثانيه بعد الجيو ريفرنسنج اللي هي ديفاين بروجكشن. عرفت انه هاي الصوره بنظام الزون 36 نورث يو تي ام. الان برجع بضيف هاي الخريطه على الارك ماب، بسحبها وبرميها جوا الارك ماب. اذا طلع لي نفس المسج تاعت انه انون سبيشال ريفرنس او فيها مشكله بسبيشال ريفرنس، بقدر اروح على الارك تول بوكس من هون عشان اعمل عملية ديفاين بروجكشن مرة ثانية، واحدث لها نظام الاحداثيات، لانه احيانا بكون مش ماخذه عندنا هو موجود. حكينا اذا ما كانت متعرفة نظام الاحداثيات على الـ او تعطاني المسج تاعت الانون سبيشال ريفرنس، بفتح الارك تول بوكس، بروح من هون على داتا مانجمنت تولز، بعدين بنزل عند بروجكشن اند ترانسفورميشن، وباجي عند ديفاين بروجكشن، وهنا بختار الصورة الموجودة عندي، بعمل عليها هيك اوبن اللي هي ريكتيفايد، بعملها اد، وهون الكوردينيت سيستم بكبس على الكبسة الموجودة عندي هون على اساس اختار لها نظام الاحداثيات. لاحظوا محدد لي اياها 36، دليل عليها معرفة. لكن في حال اعطاك الايرور مسج، تقدر تختار نظام 36 نورث وتتأكد انه الامور تمام. بنعمل كانسل هون، وهي كمان مرة كانسل، بسكر الارك تول بوكس. طبعا هون في عندي عند اللايرز هاي نظام الاحداثيات الشغالية عليه الان، اعمل بروبرتيز، اختار نظام الاحداثيات او احط من هون الكوردينيت سيستم، بعدين اختار 36 نورث واعمل له اوكي.
لاحظوا انه هون الاحداثيات صارت بالميتر بدل ما هي كانت انون بالبداية، وتأكد انه كل الامور تمام قبل ما نبلش شغل.